أتذكر يا أبا محجن؟ أذكر ماذا؟ يوم كنت تزور ديارها كل يوم بحجة أنك فقدت ناقة تفتش عنها. كان ذلك يوم كان راعيا. أنا لا أخجل من الرعاية يا كثير. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم. وما كنت تقول في ذلك يا أبا محجن؟ قلت: تمر الليالي ما مررنا ولا أرى، مرور الليالي منسيات ابنة النظر، وقفت بذي ودان أنشد ناقتي، وليس لديها من قلوص ولا بكر، وما أنشد الرعيان إلا تعلة بواضحة الأنياب طيبة النشر. في مقعودنا هنا، هيا بنا نقصد الشام. ولم نقصدها؟ سبحان الله يا كثير، ما لك اليوم؟ هيا بنا، فما يليق بالشاعر أن يطيل المقام في مكانه. هيا بنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. تفضلوا تفضلوا بالجلوس. يا مرحبا. نحن نقصد الشام، وقد أصاب منا التعب والعطش، فقصدنا بيتك العامر بأهله. يا مرحبا بكم. مضت أيام ولم يزرنا أحد، ولما أقبلتم أزلتم وحشتنا. أمثلك يخشى الوحدة؟ إن شئتم تقدمنا الغداء، وإن أحببتم بدأنا بالسماع. بل بالسماع. أتحبون أن أسمعكم شعرا؟ ليس أحب إلينا من ذلك. أجل. أتقترحون شعرا لشاعر؟ نترك الأمر لك ولما تستطيع. إني أستطيب قول أبي محجن: أرق المحب وعاده سهده لطوارق الهم التي ترده، وذكرت من وقت له كبدي وأبى فليس ترق لي كبده. الله الله، ما أعذب هذا الشعر. أتظنون أنكم حين وفدتم علي كنت أجهلكم؟ لقد عرفتكم منذ رأيتكم. والآن فأي شعركما أفضل من شعره؟ أقولك يا أحوص: يقر بعيني ما يقر بعينها، وأحسن شيء ما به العين قرتي. أم قولك يا كثير: وما حسبت خمرية جدوية سوى التيث ذي القرنين أن لها بعلا. ليس لنا الآن إلا أن نفارقك. أين يا كثير؟ سأعود إلى المدينة. هنا في منزلنا. نسيت أن أدركك قبل سفري الأخير. وجئت تودعني بعدما حضرت؟ ونسيت أن أسمع رأيك الأخير. بماذا؟ بماذا؟ تتجاهلين ما تحدثنا عنه مدة أشهر؟ إنني حائرة مترددة. حائرة مترددة. لا أظن هذا التردد سينتهي قبل بلوغنا سن الكهولة. ما يمنعني من ذلك إلا أن تعيرني لذاتي. بلوني الأسود؟
الأجل. إذن فقولي لهن على لساني: وإن أكو حالكا فالمسك أحوى، وما لسواد جلدي من دوائي. ولي كرم عن الفحشاء نائٍ، كبعد الأرض عن جو السماء. ومثلي في رجالكم قليل، ومثلك ليس يعدم في النساء. فاغدو على أهلي برجالك، ولنسر مغتبطين راضين في الطريق التي قدرها الله لنا منذ الأذل، لأمر يعلمه هو. ما جاء بكما أيها الشقيان؟ قالت لك: أغدو على أهلي برجالك، وهل لك رجال غيرنا؟